ولكن أنتقل الآن إلى دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب. دانا، ما تطورات الوضع لديك الآن وكيف تصفين لنا مشهد التظاهرات؟ بالفعل هنالك تصعيد كبير يبدو الآن في هذه اللحظات، نتحدث عن عشرات الاعتقالات في صفوف المتظاهرين الإسرائيليين، شاهدناها عبر كاميرا القاهرة الإخبارية، وهنالك استخدام للعنف والضرب واستخدام فرق الخيالة. والآن شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحضرت مركبة المياه العادمة بل مركبتين لبدء التجهيز في رش المتظاهرين لإبعادهم عن هذه الطرق. قبل قليل حاول المتظاهرون الجلوس على الأرض، فقامت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية بسحلهم وضربهم وإبعادهم عن مكان التجمعات. حاول المتظاهرون تجاوز هذه الحواجز وحتى التواجد الشرطي من خلال اجتياز هذه الحواجز والوصول إلى أقرب نقطة من شارع أيلون الإسرائيلي، ولكن حال دون وصولهم التواجد الشرطي هناك. كذلك الحال نتحدث لربما حتى اللحظة في أم أعيننا، كنا قد شاهدنا عشرات الاعتقالات في صفوف المتظاهرين وإبعادهم. الآن هناك قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات حرس الحدود وقوات أخرى ستقوم بفض لربما هذه التظاهرة وهذا الاحتجاج والجلوس على الأرض. هنا فرق الخيالة تتواجد في المكان وتحاول إبعاد المتظاهرين. الآن تدخل هذه القوات وسط هذه التجمعات، ونلاحظ الآن اعتقال شاب آخر من المتظاهرين والاعتداء عليه بالضرب. إذن أعداد المتظاهرين في تزايد، أن الأمور أم يستجيبوا للفض ويقل عددهم؟ مشهد العنف دانا الذي نراه الآن على الشاشة، كيف سيؤثر على مسيرة التظاهرات أو مسار التظاهرات؟ الآن نرى خلفك مشاهد للعنف على الشاشة الآن. نعم صحيح صحيح، كان هنالك تخوف من الجانب الإسرائيلي ومن جانب شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن اليوم سيكون مفصلي، سيكون هنالك تغير في موقف الشارع الإسرائيلي. هذه التظاهرات لن تقتصر على ساعات قليلة بل أنها ستطال وستستمر لساعات طويلة، وهذا ما لاحظناه من خلال تواجدنا هنا منذ تمام الساعة 7:30 وما يزيد عليها بدقائق قليلة. بدأت هذه التظاهرات، انطلقوا في شوارع مختلفة، حاولوا إغلاق أحد الأبواب الرئيسية لوزارة الأمن الإسرائيلية، جن جنونهم في الداخل الإسرائيلي، وخاصة لربما بعض التصريحات الأخيرة التي صدرت عن سموتريتش وإتمار بن جفير وهما الأكثر يمينية وتطرفا. وكان هنالك تخوف حتى من الإدارة الأمريكية ذاتها بأن يكون هنالك عرقلة لإتمام صفقة التفاوض بسبب إتمار بن جفير وسموتريتش، قالا بأنهما سينسحبان من الحكومة الإسرائيلية إذا ما تم المصادقة على هذه الصفقة. بعد سماع هذه التصريحات كان هنالك تحرك، أو حتى أن الشارع الإسرائيلي بات يغلي أكثر فأكثر بعد سماع هذه التصريحات، وبعد تأكدهم بأن بنيامين نتنياهو وزمرته أي اليمين المتطرف لا يريدون إتمام صفقة التبادل، بل أن نتنياهو يعمل على إمادة هذه الحرب لمصالح ومكاسب سياسية وشخصية. الآن يعني نتحدث عن عشرات، كنا نتحدث لربما عن اعتقال اثنين من المتظاهرين، حتى اللحظة ما يزيد على 10 من المتظاهرين تم إبعادهم والاعتداء عليهم بالقوة. كذلك الحال تحاول إبعاد كل المتواجدين هنا حتى نحن ريكاشنية. دانا، هل لديك أي معلومات عن أي مسؤول إسرائيلي حالي أو سابق في متواجد في وسط هذه التظاهرات يشارك فيها؟ دانا، حتى اللحظة لم نشاهد أي من المسؤولين الإسرائيليين في هذه التظاهرات، ونحن نتحدث بأن عادة يكون لبيد من ضمن المشاركين في هذه التظاهرات أي زعيم المعارضة الإسرائيلي الذي لربما كان له الموقف الوحيد
الذي يوافق على إتمام هذه الصفقة بين المغردين. نعم. هو قال بأن تهديدات بن غفير وسموتريتش هي غدر بالأمن القومي والمختطفين وسكان الشمال والجنوب. نعم. بالفعل هذا ما تحدث عنه يائير لبيد في تعقيباته. أما جدعون ساعر فكان قد قال بأن الخطوط العريضة التي انتهت ببقاء حماس في مكانها كقوة حاكمة وعسكرية في غزة تعني أن التهديد لمواطني إسرائيل بشكل عام وسكان قطاع غزة بشكل خاص مسموح به، وأن هذا من شأنه أن يشكل هزيمة إسرائيلية وانتصار لحماس، وأن العواقب ستكون كبيرة على المدى البعيد. كذلك الحال ما ذكرتيه قبل قليل على لسان زعيم المعارضة الإسرائيلي، بالفعل قال بأن مثل هذه التهديدات هي إهمال ومساس بالأمن القومي وبحياة المحتجزين وسكان الشمال والجنوب، وفي هذا يقصد باستمرار إجلاء المستوطنين من هذه المستوطنات، وبأن هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ البلاد، وبأنه في الفعل ستكون هنالك حرب دائمة، هنالك صفر مسؤولية، صفر إدارة، وهنالك فشل كامل من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية. دانا، تقولين بأن قوات حرس الحدود تقوم بفض التظاهرات، هناك تواجد شرطي من قبل قوات الاحتلال، هناك اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين، تقولين أيضا بأن فرق الخيالة متواجدة وتحاول إبعاد المتظاهرين. هل كل يعني هذه الحالة التي تصفينها لديك في تل أبيب، هل ستزيد من أعداد المتظاهرين أم ستفض هذه الاشتباكات دون جدوى؟ أو ستفض هذه التظاهرات ويذهب المتظاهرون؟ هذه المرة الأولى. نعم، تفضلي. صحيح. لربما هذه المرة التي تكون فيها التظاهرات مستمرة لهذا الوقت الطويل. عادة ما تنتهي وتنفض هذه التظاهرات عند تمام الساعة 9، بعدها يخرج عشرات أو مئات من المتظاهرين نحو شارع أيلون، هذا الشارع الرئيسي والمفصل الذي يصل ويفصل بلدات تل أبيب الكبرى شمالها عن جنوبها. اللافت هذه المرة أنه حينما خرج هؤلاء المتظاهرين عادوا إلى أماكن أخرى، إلى نقاط وبلدات وشوارع أخرى في تل أبيب. كانوا قد تقدموا نحو وزارة هيئة الأركان وكذلك وزارة الأمن الإسرائيلية، قاموا بإغلاق أحد المداخل الرئيسية لهذه الوزارة، حاولوا الوصول إلى شارع أيلون لإعاقة وصول المركبات وحركة المركبات، ولكن كانت هنالك شاحنات وما زالت تشكل عائقا أمام وصولهم، وحتى أن أعداد الشرطة من خلال تواجدنا لاحظنا ازديادها، ارتفاع في وتيرتها، وحتى نوعية العناصر المشاركة في قمع هذه التظاهرات. في الصورة على يميني أشاهد مركبتين تابعتين لشرطة الاحتلال، هذه المركبة مخصصة لرش المياه، إما أن تكون مياه عادية أو مياه عادمة تستخدمها القوات عادة لتفرقة المتظاهرين. كذلك نعم. الحال القوات الشرطية كما ذكرنا معززة، وفرق الخليالة الآن كانت هذه الفرق قد تواجدت في نقطة أبعد من ذلك، الآن نتحدث أنها اقتربت أكثر فأكثر. في هذه الصورة ترجمة فعلية لما نقول بأنها صحيح. تقوم بإبعاد المتظاهرين من خلال فرق الخيالة والاعتقالات في صفوف المتظاهرين. إذن دانا، إلى متى تتوقعين استمرار المظاهرات؟ هل تستمر؟ هل ستستمر هذه التظاهرات لحين موافقة حكومة نتنياهو على مطالبات المتظاهرين؟ أو على المقترح الأمريكي بالكامل؟ هذا ما ترنو إليه عوائل المحتجزين، وخاصة خلال كلماتهم كانوا قد قالوا بأننا سنستمر في التظاهر طوال أيام الأسبوع، طوال الساعات، حتى وإن لزم الأمر بأن نذهب إلى منازل وزراء في داخل الكنيسة الإسرائيلية أمام مكاتبهم،
سنقوم في التظاهر هناك، علنا نضغط على هذه الحكومة للموافقة في هذا الاتفاق أو هذه الصفقة. ولكن أمل، اللافت حتى اللحظة أن نتنياهو شخصيا لم يخرج ويعلق حتى على هذه التعقيبات الأخيرة، مع أن سموتريش كان قد قال في بيانه بأنه تواصل وكان على اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبأنه أبلغه بأنه لن يسمح لهذه الصفقة بالمرور.